سيدنا يمكن قراءات الأحد الثالث البولس يتكلم عن أعمال لابد ان احنا نتركها زي الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة، الرديء، ده في البولس عبادة الأوثان، الغضب، الخبث، التجديف، الكلام القبيح، الكذب، كل الحاجات دي كلها لازم ان احنا نتركها. ويتكلم عن أعمال يجب التمسك بيها، زي يكون لنا قلب رحيم، نكون لطفاء، يكون إنسان متواضع، طويل الأناة، كثير الاحتمال، متسامح، يغفر للآخرين، وفي الآخر يكون في رباط الكمال. في ارتباط البولس بالأسبوع الثالث، الحد الثالث اللي هو الماء الحي، يعني بمعنى أن الروح القدس يساعدنا على ترك الرذيلة والخطية والبعد السلبي إلى التحول إلى الفضيلة وإلى التقديس وإلى العمل الروحي اللي يخلي الإنسان دائما في نمو روحي. يعني بمساعدة الروح القدس، يعني اللي فات ده كان تطهير من الزنا، النجاسة، اللي هو الماء يطهر من الحاجات دي كلها إذا رغب الإنسان. ما دي مهمة بقى، يعني إزاي روح الله يقود الإنسان الذي يستنجد به، يعني يصلي برغبة حقيقية في أنه يتطهر، يعني يتخلص من روح الزنا والنجاسة والرغبات الشريرة والشره والكلام ده، يعني ويستبدله بحياة الشبع والنقاوة والقداسة وما إلى ذلك. الروح القدس هنا هو الذي ينمي هذه الفضائل، بالزبط. يعني له دور في حتة ان هو زي المطر وزي اللي هو الارتواء للزرع، فينمي الفضيلة زي ما بيحمي الماء النبات من الموت ويعطيه الحياة. معطي الحياة حماية من الموت. فالروح القدس لما ثماره تبقى فضيلة تحمي من الرذيلة، ما هو مدام هيعمل الفضيلة يبقى أبعد عنه الرذيلة. اللي هيسلك في النور هيبعد عن الظلم. بالظبط كده. عشان كده قال بدل أن تلعنه الظلام أضيء شمعة. شمعة تنور خلاص، ما بقاش في ظلمة. يعني الكاثوليكوني سيدنا من معلمنا يوحنا الأولى، رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بيتكلم على إن إحنا لو أحبينا إخواتنا ننتقل من الموت إلى الحياة، واللي ما يحبش أخوه يبقى في الموت. أيوة. بمعنى أن الكراهية تقود إلى البغضة، والبغضة تجعل الإنسان يصنع عداء مع من يبغضه وقد تصل إلى الموت. يعني قايين قتل أخاه هابيل بسبب الكراهية، زي ربنا يقبل ذبيحة هابيل ويرفض ذبيحته. فحقد أو حنق عليه فاقتاده إلى الحقل وقتل. وفي بقى أنواع من القتل، في القتل الأدبي، في القتل الروحي، في القتل الاجتماعي، في مش بس القتل الجسدي. يعني القتل الجسدي ده أسهل كتير من القتل الأدبي. يبقى مرة واحدة القتل الجسدي، لكن القتل الأدبي ده ممكن يبقى مرات عديدة. القتل الأدبي ممكن يخلي الإنسان يعاني منه نفسيا. أنا فاكر قريت قصة، كان بيت زي ملجأ أو بيت بيربي بنات، وكان في ناس بيحبوا البنات دول ويساعدوهم ويجوا يفتقدوهم، ناس خيرين يعني ويتبرعوا ليهم. فالمشرفة على المكان حفظت البنات تراتيل جميلة، منهم بنت تقول وهم يردوا عليها. في لحظة ما جمعت البنات علشان يقولوا قدام الضيوف التراتيل دي الجميلة، للأسف البنت خجلت فاتكسفت، نسيت كل حاجة. فالمشرفة اتصرفت بغضب، ما كده الحفلة باظت، كل تعبها راح على الأرض، بس قيمة الإنسان أهم. فقالت لها مش هم دول اللي بيأكلوك ويصرفوا عليك؟ فقتلتها أدبيا، والبنت اتسحبت وفي مكان انتحرت.
بسبب الكلمة. دي قصة يعني شفتها في الميديا، ما اعرفش حصلت فين يعني، مش عندنا طبعا. لكن حصلت، ده قتل أدبي، قتل معنوي. والقتل الأدبي والمعنوي، تحقير الإنسان نوع من القتل الأدبي، يؤدي إلى الانتحار. في ناس بتنتحر نتيجة إنها شعرت بإنها قتلت أدبيا، إنه أقل من الناس. عشان كده مراعاة شعور الناس ده مهم، يعني أمر مهم. فالماء الحي هنا هو الروح القدس بقى، يخليني أحب أخويا. ننتقل من الموت إلى الحياة من خلال الانتقال من البغضة إلى المحبة. لأن ثمرة من روح، أول ثمرة من ثمرة الروح القدس، بس المحبة. تكون محبة روحية، مش محبة جسدية شهوانية إلى آخره يعني، أو غريزية أو ما إلى ذلك. وللأسف الشيطان شوه الحب، الحب الذي هو الله، الله محبة، شوهه بمسميات حب يعني فيها رذيلة، مش فيها الفضيلة يعني. فليس كل حب هو من الله طبعا. الإبراكسيس سيدنا بيتكلم عن موجز إيماننا يعني لرب يسوع.